أخبار اليوم. أنا أحب أشكر العيلتين بس ما فيك ضعيلة وعشان لذلك قال حبيبكم المصطفى: أيها الناس أصلحوا بين أخويكم فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة. فإذا ما كان الله جل وعلا سيصلح بين العباد كما في الحديث الطويل حينما قال النبي إن في الجنة قصرا من لؤلؤ ومن ذهب